مرحبا، يعطيكم العافية. خبزة العروس، خبزة العيد، رأس العيد، الفتوت، مسميات كتير لها الخبز الطيب. شوفوا شوفوا هالمنظر، بتشهي. يعني أكتر من هيك الواحد ما بعرف شو بصراحة بده يحكي. شو رأيكم تجوا على مطبخي لحتى تعرفوا كيف عملناها؟ طيب كتير، طرية، زيت زيتون، خير بلادنا، صنف تراثي أصيل من فلسطين الغالية. بتمنى تجربوه. أكيد في ناس كتير بيعملوه، ولكن نحن بنخاطب هلأ الجيل الجديد اللي يمكن ما بيعرف عن الوصفات هاي. هاي الخبزة بتقدم بالمناسبات السعيدة وبالعيد كمان. كلها صراحة بهارات طيبة وشهية، بتمنى تجربوها وتعجبكم. واللي بيميز وصفتي هاي انه انا حشيت الاقراص هاي من جوا حشوة مميزة. ما بدي احكي من ابتكاري، لانه انا اخشى انه يكون حدا غيري بيعمل الحشوة هاي ويعني وتنسب الي، ولكن كل الناس خير وبركة. انا راح افرجيكم، انا حشيتها جوز هند ومربة مشمش وزبيب. شوفوا هاي الزبيب مبين، وهاي الحشوة جوا، رائحة بتشهي. هلأ بس تيجوا معي على مطبخي رح تعرفوا المكونات ورح تعرفوا الأسرار كلها لتنجح معكم وتصير طرية وتصير بتلمع. أهلا وسهلا فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم من مطبخي فتافيتو كيتشن. اليوم رح نعمل وصفة مميزة جدا. ما زلنا مستمرين ومكملين مع الوصفات الفلسطينية التراثية الأصيلة. اليوم رح نعمل إن شاء الله الخبز الصفرة أو خبزة العروس أو الفتوت أو الملتوت الحلو، لأنه أنا بحلقة سابقة عملت الملتوت المالح. إن شاء الله بحط لكم الرابط. هذا الصنف صنف تراثي جميل، يقدم في جميع المناسبات، بالأعياد وبالمناسبات الأعراس والولائم كمان. يعني بأي مناسبة حلوة وفيها تجمع أهل وحباب أكيد الخبز هاي حتلاقوها موجودة. مقاديرها كتير سهلة. أنا اليوم بس راح أضيف لها سميد. هي بتنعمل بالعادة بالطحين، ممكن كمان تنعمل بطحين أبيض وطحين أسمر ونخلط بيناتهم. هلأ الخلط بيرجع إليك أنت، حابة أنك مثلا تعملي نص بنص ما في مشكلة. العيار تبع اليوم هو كيلو. أنا عملت 750 جرام من الطحين و250 جرام من السميد الخشن أو سميد الوسط، ما في أي مشكلة. وبنحتاج كمان كوب من زيت الزيتون، ربع كوب من سمن نباتي أو بلدي أو حيواني، المهم أي نوع سمن عندك. طيب أنا صراحة هذا سمن بلدي عندي من الكرك، وتحية كبيرة لأهل الكرك. عندي هون معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وعندي معلقتين كبار من الإصحة، أربع معالق كبار أو خمسة. هلأ السمسم ما في أي مشكلة، يعني حتى لو عبيتوا الكاسة هاي كليتها ما في مشكلة. عندي نص كاسة سكر، عندي هون معلقة صغيرة فانيلا، وعندي هون معلقة صغيرة من المحلب، وما تكتروا محلب عشان ما يمرمر. وعندي هون معلقتين كبار شومر مطحون، معلقتين كبار ينسون مطحون، نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وعقدة الصفرة أو الكركم عندنا نص معلقة صغيرة، واللي بيحب الخبز تكون صفرة ممكن يزيد. وعندي هون أربع معالق كبار حليب ناشف. هاي كل المواد بكل سهولة بكل بساطة. هلا إن شاء الله في صندوق الوصف راح أحط لكم الطحين والسميد بالوزن وبالأكواب. يعني هذا الطحين بالأكواب طلع 5 أكواب ونص، والسميد طلع بالأكواب 2.5 كوب. وعندنا هون طبعا هذا يعني فش فيه يعني صعوبة، هي 1.25 كوب. تمام. هلأ كل هذا إن شاء الله مع الشرح رح يكون سهل قدامكم. يلا هلأ نقول بسم الله ونبلش نعجن الخبز الصفرة. بنضيف هون الطحين، وبعدين سميد، السكر، السمسم، حبة البركة، المحلب المطحون، اليانسون والشومر المطحونين، بس أنا بحب أنخلهم، والعقدة الصفرة. يعني بنخلط كل المواد الجافة، البيكنج باودر والحليب والفانيلا
والخميرة الفورية، وبعدين بنحط الهوك أو الخطاف، بنقلب المواد الجافة كلها مع بعض، بعدين بنضيف زيت الزيتون والسمنة وبنبسبسهم إما بالإيد لو بدنا نعجن بإيدنا أو بالهوك أو الخطاف تاع العجين لحد ما يصير مثل الرمل. وهون بعد ما وصلنا للمرحلة هاي صار السميد والطحين مثل الرمل ومتشرب من المادة الدهنية. هلأ بضيف المي، بس هون عندي ربع معلقة صغيرة من الملح بحطها آخر إشي. كمية السميد والطحين هاي بتحتاج من 2.5 كوب لثلاث أكواب. هاي بترجع لإيش؟ بترجع لامتصاص السميد والطحين. عندي هون 2.5 كوب راح أحطهم بالتدريج وأشوف عجينتي لمت ولا لا. وهيك مثل ما انتم شايفين، انتبهوا مثل ما قلت خبرتكم قبل هيك انه نرفع نحط ايدنا تحت الهوك عشان العجين يعني هي ناعمة وملسة ما شاء الله. رح افك الهوك خلاص ما بدي اياه. شايفين العجينة؟ طبعا احنا بنقدر نعجنها على ايدنا، بس انا اختصارا للوقت ايش العلامات اللي تحكي لي انه العجينة ممتازة؟ انه ما في شيء ملزق بحفف الكونتينر او طنجرة العجن، ولو طلعتها ومسكتها بايدي هيها نضيف جدا. فانا رح ارجعها هون، رح اتركها تتخمر هون، وبدي افرجيكم قدي استهلكت مي. يعني ضل ربع كوب، يعني الكمية هاي اخذت مني 2 كوب مي. طبعا كل طحين وكل موسم بيختلف يعني كمية المي للعجن. فهلأ بدي أغطيها وأتركها تختمر نص ساعة، لو بالشتاء بنتركها ساعة بعدين بنشتغل فيها. بالوقت اللي عجنتنا بتختمر فيه رح أفرجيكم طريقة حشوة لقرص العيد أو لخبزة العروس. حشوة ممتازة رهيبة. عندي هون 2 كوب جوز هند محمص. طبعا انت بتقدر تستعملي جوز هند عادي يعني ولا تحمصي ولا شيء، بس انا عندي موجود فرح استعمله. عندي هون 1 كوب زبيب غليت مي وغسلته وصفيته هيو تمام. بنديره على جوز الهند. وعندي هون مربة مشمش رح ادير شوي بس اللي يمسك لي الزبيب مع جوز الهند، يعني ما إلها عيار، بس إنه هيك تشبك مع بعضها أو تتماسك مع بعضها خلص بكون هيك بكفي. وهيك بيكون شكل الحشوة. شايفين؟ طبعا هو أفضل شيء بالإيد بصراحة تنعجن حتى إنه إيش يربص على بعضه. لكن هيو ها شايفين هيو، يعني إذا كبست عليه خليني حتى افرجيكم بايدي هيك نتفه صغيره هي تمام. بيكون سهل علينا لما يكون بالشكل هذا. تقريبا الكميه هاي، طبعا جوز الهند ناشف يعني بياخذ شوي، تقريبا هاي يعني فيها 1 كوب أو 1.25 كوب. المهم انه لما يتجمع معكم بالشكل هذا خلص بنوقف اضافه مربى المشمش. هلا بنروح نشوف عجينتنا شو صار فيها وبنبلش نحشي وإن شاء الله نخبز. وهون مر على عجينتنا نص ساعة ما شاء الله. شايفين قدي انتفخت وارتفعت؟ سمعين الصوت؟ يعني ما شاء الله خلاص هي هيك ها بكفيها ما شاء الله، يعني مختمرة منيح. طيب هلأ بالنسبة لقوالب الموجودين موجودين عندك عند امك عند حماتك ما في مشكلة، استعريهم ورجعيهم. طبعا القوالب الخشب ما في احلى منها، بس هاي الجديدة يعني صناعتها صراحة مش مثل القوالب القديمة هيك التراثية الحلوة.
ولكن احنا يعني حسب المتوفر بدنا نمشي امورنا. اهم شيء انه لما تشتري واحد جديد مثل هذا تدهنيه بالزيت قبل ما تستعمله. هذا القرص الصغير راح اخليه لحشوة الجوز والزبيب، وهذا البلاستيك اللي برضه متوفر بالسوق راح اخليه للسادة. هلأ باخد العجينة وبعملها كريات وبخليها ترتاح شوي، وبرجع بفرد اشي بحشيه واشي بخليه سادة وبحطه بالصواني. وهون بعد ما كورت عجينتي طلعوا 7 أرغف كبار و10 صغار، تمام. هلا بحطهم هيك على جنب، بغطيهم بنايلون ضروري جدا حتى الوجه ما ينشف. بجيب القوالب تبعتي بدهنها شوي هيك زيت زيتون، بخلي الصينية جنبي. أنا بس بدي أفرجيكم حبة صغيرة وحبة كبيرة. راح أخذ حبة كبيرة وأحطها هون وبكبس. بفرد العجينة عليها تماما لحد ما تصل على الأطراف. طبعا الحشو اللي انا حضرتها اليوم اذا بدي احشي الكيلو كلياته بتكفي الكيلو، ولكن ما في مشكلة. انا بس حتى افرجيكم، وانا لانه بيجينا اوردرات كتير على خبزة العروس، فيعني الحشوة ان شاء الله بستعملها باي اوردر قادم ان شاء الله. خلاص هيك انا شايفة انه عجينتي قفلت كل الاطراف. هيها بجي هيك من الطرف بسحبها هيك تطلع لي بالشكل هذا ما شاء الله. هيها وبحطها بالصينية، بحاول هيك انه يعني اخذ الشكل دائري، تمام. طيب بعمل واحدة الحبة الصغيرة، باخذ قطعة عجين بفتحها شوي هيك لحتى تستوعب الحشوة، وباخذ معلقة تمام، بعدين بحاول أسكر عليها. يعني بدنا نكون كرمة بالحشوة، تمام. هيها بحاول أسكرها وأرجعها دائرة زي ما كانت قبل شوي. هاي أي زيادة من العجين أنا بقدر أتخلص منها. خلاص هيك هيك صارت تمام. بجي بحطها على قالب الخشب وبكبس بهدوء. وبعدين ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هاي الحشوة جواتها محلاها. يفضل طبعا إنه المحشية بصينية والسادة بصينية، بس أنا هيك يعني بعمل مثال قدامكم. رح أكمل أنا بقية العجينة وبرجع لكم عند خطوة الخبز. بعد ما شكلناهم بالصواني بنتركهم 5 دقايق بس ليرتاحوا، ما بنطول عليهم عشان ما ينفخوا، وبنثقبهم أو بنغزغزهم بالشوكة وبنخبزهم بالفرن. خبزنا القراصة بفرن 200 درجة مئوية
من 20 لـ25 دقيقة. لو شفتوا من تحت انه ماخذ اللون الذهبي بنطفي الفرن من تحت وبنشغل الشواية من فوق. وبعدين هاي الخطوة اختيارية انا بسويها، بدهن الوجه شوية زيت زيتون وشوية قطر، كتير طعم زاكي وبشهي، جربوا الطريقة ما رح تندموا. وهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اللي كانت مميزة جدا، لأنه سبحان الله يعني أي شيء من التراث بيخلينا نسترجع هيك ذكرياتنا وبنحن إله وبنحب نعمله. يعني قد ما في تطور وقد ما بنحب الأكلات الحديثة، بس لما بنحكي أشياء قديمة ومن تراثنا، أجدادنا، أهالينا، أمياتنا، كبار العيلة لما كانوا يسووها كنا كتير بنحب نكون موجودين ونساعد وندوق وناكل. بكل بساطة هذا هو الفتوت أو قرص العيد أو خبزة العروس، لها مسميات كتير، ولكن بالأخير صنف فلسطيني أصيل حبيت أنه أضوي عليه. هو أصلاً ضاوي بدون شيء، ولكن حبيت أضوي عليه أنا بطريقتي لما حشيته بالحشوة المميزة اللي هي الجوز هند مع الزبيب مع مربى المشمش ورشة الفانيلا. بتمنى تجربوه، ولو جربتوه وعجبكم حطوا لي بالتعليقات. وأي وصفة بتحبوها وحابين تعملوها حطوا لي بس اسمها بالتعليقات وانا ان شاء الله بسوي لكم اياها. بنهاية الحلقة بتمنى لكم كل الخير، لا تنسوني السبسكرايب وتفعيل زر الجرس لحتى يصلكم كل جديد، وكمان بتمنى تعملوا شير حتى يجزاكم الله كل الخير. بتمنى لكم الصحة والسعادة، يعطيكم الف عافية وصحتين الف عافية. سلام.